السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبدأ كالعادة نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم أمينة، أنا أم لزوج أطفال ذكورة، الأول من ذوي الهمم كما باباه، أما الثاني ذكركم رايحين تعرفوا المفاجأة وتبعوا قصتي كاملة، لخاطش راهي مؤثرة وكل الأحداث راهي مربوطة مع بعضياتها. راح نولي بكم شوية لسنوات الصغر. بدأت حكايتي من نهار اللي زدت فيه. كنت عايشة في عائلة غنية، غير الضحك اللعب القصرة، وكنا لباس بنا بكل ما تعنيه الكلمة. حتى وين لحقت لسن 5 سنوات صراو بزاف بزاف مشاكل ما بين بابا وراجل عمتي، وين بابا خرج من الدار ورحنا معاه. كمل هو في مسيرته المهنية ونجح فيها، كان يروح دايما عند جدي وماني يشوفهم، وكنت أنا نروح ونقعد عندهم مرات، وخطرات يخلوني نبات عندهم عادي. من بعد جدي وماني يعني اداهم ربي سبحانه وتوفى وربي يرحمهم، عمومي الاخرين زادوا راحوا لفرنسا وحشو تماك. انا كنت نتواصل معاهم عادي. مي واحد النهار كان عندي 15 سنة تقريبا، كنا نسكنوا مع بابا، ولكن ما بان حتى خبر عليه في هذاك الوقت. اي مع مرور الايام سمعنا باللي بابا مات ربي يرحمه، وقبل ما يموت كان عنده واحد الوثائق ووقع على واحد الاوراق لما نشوفوهم حنايا ولا حتى يعني نمدوا راينا. هما وثائق تنازل فيهم على املاكه لراجل عمتي. هذا راجل عمتي انسان متوحش، ما عنده لا رحمه ولا شفقه في قلبه. احنا كنا ساكنين معاه في نفس الدار، ايا هو قرر انه يخرجنا منها بسبب بابا اللي كانت تنازل له على كل حاجه. خرجنا وحنا ما راناش عارفين وين نروحوا. ماما مسكينه ولات تحوس على خدمه من جهه لجهه. استقرينا في واحد الدار كريناها، كانت رخيصه في الثمن الحمد لله، سكننا فيها ونسترنا ولينا نسوفريو بزاف بزاف في حياتنا. كبرنا والحمد لله انا جبت الباك نتاعي، وتما كنت تعرفت على واحد الشاب عبر الفيسبوك، وكان دايما يتكلم معايا ويبعث لي تصوره. كان شباب بزاف بزاف، عنده واحد الزين ويا سبحان الله، غير تقولوا هذا كشمة منين جا. ملاك طاهر هو، كان دايما يهضر معايا غير باحترام ويقول لي انا نحب نتزوج. مي بصح شحال من خطره كان صارح المرأة بالسر نتاعي راهي رايحه ترفضني رفضا تاما. قلت له واشنو هذا السر؟ غير الخير يا اخي، يقول لك الراجل عيب وجيبه. حتى جا هذاك النهار اللي قررت فيه باش نتلاقى انا وياه. بالك راكم رايحين قاعد تتخلعوا من المنظر اللي كنت شفتو فيه. السيد هذا كان جاني فوق كرسي متحرك وقال لي السر نتاعي راكي رايحه تشوفيه نهار نتلاقاو. وصح هذاك اللي كان. انا تشوكيت اول نظره، ما عرفتوش باللي هو اللي كان يتكلم معايا، لخاطش كان عاطيني بالظهر وكنت نشوف غير من اللور كرسي وواحد قاعد فيه وما على باليش شكون هو اصلا. وكان واحد تاكسيور، المهم هو اللي كان يساعد فيه وكاع. هيا انا قعدت نحوس ونعيط بالبورطابل حتى يصوني التليفون نتاعو وهو كان قدامي. قال لي على بالك بلي انا عرفتك بلي انتي هي، مع انه جامي بعثتي لي تصورك. قال لي انتي ما عرفتينيش؟ شفت فيه وانايا مصدومه بكل معنى الكلمه. قلت له لا 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 عرفتك. قعدت جنبه، كانوا قدامنا واحد الكراسه، هو قعد غير يشوف فيا وانا ساكته ما قدرتش نهضر، ما على باليش الى حشمه ولا شوك، خاطش ما كنتش نستنى بلي راني رايحه نتلاقى مع راجل يكون من ذوي الهمم. انا نسميه هكذا، ما نسميهش معاق كما هو دائما يقول لي. مهمة جوزت معاه يا مات عاديين، مي بصح قعدت تحت الصدمة. وانا دايما كنت نحكي له على ظروفي وعلى كامل واش كان يصرى بيا، وهو يقول لي ما تقلقي ما والو، انا راني قابل بك وزيد الحمد لله الرزق وعندي، واش نزيدو فوق هذا كامل. صراحة بيني وبين روحي انا كنت مترددة اني نتزوج برجل كيما هكا. مي بصح الشيء الغير متوقع هو انه خلاص حبيته. مستحيل راني رايحة نقدر نتخلى عليه، لانه كنت تكلمت معاه مدة 6 شهور كاملة بلا ما نشوفه ولا حتى يشوفني غير في الفيسبوك برك. واحد الخطرة كان فتح معايا الموضوع نتاع الزواج وقال لي شوفي انا باش نقعد معاك هكذا في الحرام انتي ماكي حد خرجي فيها، وانا كيف كيف ايا صار حيني وكيما يقولوا خرج الرب عريان يكسيك. وش رايك نجي نخطبك تقبلي بيا ولا لا؟ لا
قلت له هذه هضره ماهيش تاع تليفون، نتلاقاو ونقصرو. تلاقيت معاه وتما كانوا الدموع يطيحوا من عينيا بلا ما نحس. كنت قلت له باللي انا راني قابله بيك ونحبك ومتمنيه نكمل معاك حياتي، مي بصح المشكل راهو في خويا وعمومي اللي يسكنوا في فرنسا، عباك باللي انا بابا ميت وهما اللي راهم رايحين يتكفلوا بكل حاجه. خزر وقال لي ايه ايه على بالي بها هادي، ان شاء الله ما يكون غير الخير يا ربي، برك يقبلوا. هضري مع يماك وهي اكيد راح تقنع خوك، وخوك يزيد يقنع عمومك، هو راهي الحاله كيشغل سنسله. المهم انا يا رحت لدارنا في هذاك النهار وانا مانيش عارفه كيفاش نفتح الموضوع مع يما، بيسك هي كانت دائما تقول لنا نحب نخرجكم عرايس، نحبكم تتزوجوا عند رجال بالطبع ماشي كيما معيشتي تاع الذل والاهانه، شوفوا باباكم كيفاش مات ربي يرحمه وما خممش كامل فيكم، تنازل على كاع املاكه لراجل عمتكم، دائما تعايرنا غير به. انا كرهت من عقليتها هذيك، كي شغل نحسها تاع بكري ومكبوته. ماما كانت رفضتهم رفضا قاطعا، وهذا كامل بسبب انه ما عندوش دار وحده، والسيد نهار يخدم 10 لالا. قالت لها مستحيل تعيشي المعيشه والميزيريه اللي كنت انا فوتها، رفضاته. ومن ثم انا خفت اني نفتح معاها موضوع هذا اللي راني نتكلم معاه. مي بصح حكيت لهادي اختي وصارحتها، قلت لها شوفي كاين واحد ولا غير نحبه بزاف، راني خايفه نقول عليه ليما وترفضه. قالت لي علاه الا كان دار وحده ومرفاه ما تقلقي ما والو، تقبل به وعينيها طالعين في السماء. قلت لها ماهوش هنا المشكل يا اختيتو، المشكل راهو الراجل من ذوي الهمم. خزرت وقالت لي ايه بصح كاين واحد من واحد. حكيت لها وريت لها حتى تصوروا بلا حشمه. قالت لي يا اختي واش راح نقول لك، دبري راسك هذه راهي حياتك، والزواج ماهوش حياه نتاع اتراك ولي فيلم، على بالك بلي راهي حاجه وحده اخرى كي تتزوجي مع هذا الراجل، مسؤوليه لازم عليك تقومي به. المهم انت راكي صغيره ما تعرفيش صلاحك، مي بصح انا نوري لك. انا نرعش وخايفه، رحت لعند يما وقررت اني نفتح معاها هذا الموضوع، وقلت لها باللي راهو تقدم لي واحد الشاب انا حشمت باش نكمل، وهي كل دقيقه تقول لي خدام عنده دار وحده لاباس عليه، تخمم غير في الدراهم والماده. اصدمتها في الاخير ووريت لها تصاور نتاعو، وتما كانت ضربتني واحد الضربه غير حسيت عيني دارو. قالت لي انت خلاصو عليك الرجال باش تحبي واحد كيما هاك. انا وليت غير نبكي ونتخبط في الغرفه نتاعي، وتاكدت باللي ماما راهيش رايحه تقبل به مستحيل. كي تصليت الاستخاره صدقوني قد ما نصلي قد ما ربي بعث لي اشارات باش نقرب من هذا الراجل، لانه كنت نحس بلي هو كان يحبني حب صادق، وحتى انا نفس الشيء. هو كان دايما يقول لي بلي انا الحمد لله راني برزقي وبمالي وكاين دراهم، يعني حتى ولو في البدايه ما ندير لكش دارك، بصح مع مرور الوقت وكيزيدو يجونا الاولاد رانا رايحين نسكنوا وحدنا. واحد الخطره وشاءت الاقدار والصدف انه عمي الكبير اللي كان مستقر في فرنسا جا لهنا للبلاد، واول دار جاليها هي دارنا. انا ما صدقتش بلي جالينا، جاب لنا كادو وفرح بزاف بينا، لخاطش كان عنده سنوات طويله ما شافناش قدامه. المهم اختي الكبيره كانت راحت حكمته وحده، قالت له تعيش انت راك في عوض بابا لهنايا، على بالك بلي اختي خطبها واحد من ذوي الهمم، مي بصح ماما ماهيش قابله به، واش قلت لو كانت تقنعها نتايا ولا ماشي بالك ترضى. المهم ماما كانت دائما تحترم بزاف بزاف عمي هذا الكبير، واي كلمه يهدرها ما يعاودهاش زوج خطرات. وملي كنا صغار وعايشين عند جده نشفى لهم، كان هذا عمي كيشغل باباهم الثاني يحكم في الغاشي كامل اللي ساكنين في هذيك الدار. المهم عمتي ما كان عندنا حتى تواصل معها، كي سقسانا عمي عليها حكينا له كاع واش كان صرا، هو راح لعمتي بخص بها بهدلها تما قدام كاع الجيران، وقال لها بلي انتي هي السبب، وزاد شد راجلها وقال لها الدراهم اللي راهو كاتبهم لك المرحوم اليوم تجيبيهم لهنا ندوهم للعائله هذه، علاش مساكن راكم مخليينهم هكذا يسوفريو وانتوما تتنعموا في العز نتاع باباهم. ما خلالهمش العاود ولا لعندنا، بات وقعد مدة سمانة، وفي هذيك السمانة كان قنع يما وقال لها بلي هاد الراجل اللي خيره طالب الحلال، وزيد هي ماهيش عندها علاقة معاه ولا احنا فهمناه بهاد الحاجة، قلنا له بلي تلاقينا في واحد العرس بعجوزة وهي خطبتنا لوليدها اللي كان معاق،
وحكيت له انا باللي تعلقت به وعجبني وراني موافقه عليه، واما ماما ما راهيش موافقه صراحه. هو كان قنعها وتكلم معها بالتي هي احسن، وزاد قبض خويا وقال له باللي كاين واحد راهو جاي يخطب، ماذا بكم تقبلوا به. بالمناسبه هو كان اسمه حسان، وكان دائما يقول لي باللي يلا الى راهم موافقين نبعث الوالده، والحمد لله يا ربي هي ما كانت رضعت وقالت لي باللي انا نشرت له الخدمه ودارك وحدك. قلت لها كيفاش يما، السيد مسكين مريض وما يقدرش يتمشى وعنده غير هذيك المنحه يخلصها في كل شهر، ومع مرور الوقت راه يقول بابا اللي عاوني لخاطش عندهم الرزق وعندهم دراهم. ماما كي قلت لها هكذاك ايا تهدنت شويه وحطت رجليها في الارض، رضات بهذا السيد اللي كان جا وخطبني على سنه الله ورسوله. فاتت الخطوبه نتاعنا وتم راهو رايح يبدا التنمر من عند بنات عمي وفاميلتي اللي كامل سمعوا بيا، ما كاش واحد ما جاش للدار وسقساني عليه. انا ما كنتش نحشم، اللي يقول لي كيفاش راجلك داير نقول لهم باللي راهو من ذوي الهمم ولاباس به برزقه، ونقعد غير نزخ ونفخ. اي واحد من ولاد عمي واحد الخطره جا عندي للدار، هو كان متزوج ومستقر تانيك في فرنسا، وقعد يعيب لي عليه ويقول لي خلاصوا عليك الرجاله باش تتزوجي مع واحد كيما هاك. وانا كان تم العقد والفاتحه معاه، يعني قعدوا ايام قليله ونتزوجوا. انا كنت ما عبرتش كامل الكلام نتاعو وما حبيتش نديرو في بالي، وكنت ما نسمح لحتى واحد انه يجرح خطيبي قدام عينيا. تزوجت مع هذا الراجل وجوزت معاه اجمل ايام حياتي. صدقوني كان يحبني ويعزني، وكل ما يسمع يماه ولا خياته هكاك ما يقولوا لي عفسه هو يدافع عليا او يقول لهم بلي هي رايحه حامله معايا الحلوه والمره، ونورمالمون نتوما تعزوها وتفشوها. الحمد لله عجوزتي كانت تبغيني بزاف، كانت عندي لوسة وعندها الولاد وتسكن خارج الولاية نتاعنا، وكل ما تجي ضيفة لعندنا تقعد بالشهر مرات بالشهرين، لأنه كما قلت لكم الحال بعيد. مي بصح الكارثة راهي فيها، كل ما تجي تقعد تحرش في عجوزتي حتى تقلبها عليا، ويولوا مرات يصرى ونقاشات ومشاكل حادة بسببها هي. مهم انا راني مكمله حياتي مع راجلي كيما هكذا، كيما قلت لكم حياتي سعيده وكنت فرحانه به وهو فرحان بيا في نفس الوقت. حتى جا هذاك النهار اللي فرحنا فيه باول بيبي نتاعنا، لكن للاسف الشديد ولدي كان من ذوي الاحتياجات الخاصه. صراحة قلبي ينفطر عليه كي نشوفه كيما هكذاك. انا ولا غير كنت متقبلة عادي الاعاقة تاع ولدي، اصلا هو ورثها على باباه لخاطش راجلي كان ملي زاد عنده تشوه في رجله اليسرى وبالطولة ولا ما يقدرش يتمشى حتى ولا فوق كرسي متحرك. المهم صدقوني انا جاتني حاجة نورمال وعادية، مام راجلي كان حاكي لي على مرضه بكري، وعجوزتي كانت دايما تقول لي يا بنتي ما تجيبيش الولاد بزاف، دوكا جاك ولد هذا صايي. المهم راح تتعذبي معاه، كانوا ضد هذه الفكره، لكن انا عندي حلم كبير باش نجيب الاولاد والبنات مع هذا الراجل ونربيهم احسن تربيه. من اللي زاد بني هذا وليت نجري بزاف عند الاطباء وسبيطارات، كاين منهم اللي عرضوا عليا الفكره باش نروح ندي وليدي خارج الوطن، وحتى زوجي قال لي غير ما تحييش روحك. انا كي كنت صغير والدي داوني لفرنسا للترك باش هكذا نرتاح ونعاود نولي نمشي، مي بصح ما كاين حتى نتيجه. العام الاول نجوزو هايل ونحس روحي بيان حتى وين نولي ندير خطوات، لكن مع مرور الوقت صاي ما نقدرش مام با نوقف عليهم ونعاود نولي لحالتي الكارثيه. المفيد والحصون، الدواء خارج الوطن وما نفعش فيه. مي بصح هكداك وما قطعتش الياس من ربي سبحانه، قررت اني نحمل للمره الثانيه انا وزوجي. كنت فتحت معاه هاد سوجي، قلت له الله يعيشك ما ترفضليش طلبي، اني حابه نجيب لهاد الوليد اخته ولا اخوه يتونس معاهم. المهم هو كان يهدر عادي، المشكل الوحيد نتاعو في كراعه، كان ما يقدرش يتمشى عليه حتى ولو بلغ من السن 4 سنوات. هو كان عارف راجلي باللي حالته كيما حالت وليدو، راهو جاي الوقت وين يقعد فوق كرسي متحرك. المهم حييت فيه حللته مي بصح والو، قال لي ما نسمح لكش لا في الدنيا ولا في الاخره، علاش نجيبوهم ويقعدوا يتعذبوا معانا. انا كل يوم نروح نشد غير هذيك السجاده والمصحف ونقول له يا ربي انا نيتي وراك تعرفها، حبيت
نجيب الاولاد مع راجلي، ان شاء الله يكونوا غير صحاح برك، ابحر عليهم يكونوا ولاد ولا بنات، ما نتشرطش. دعيت اشتكيت بكيت، المهم كنت نستعمل بزاف ادعيه نجيبهم من جوجل، ودايما مع الصباح نقولهم. صدقوني حسيت باللي حياتي تغيرت بزاف، راجلي وليت نشوف فيه واحد الامل وحده، وانا قنعت بانه هاد الاعاقه راهي شيء عاديه. وحتى ولو راني في ظل التنمرات نتاع الناس والكلام الجارح، بصح هكذاك وكان عندي واحد الكوراج ما تتخيلوش. واحد المره كنت خرجت انا وراجلي وكان قرب علينا العيد الكبير، هو قال لي غير ما كلا تقولي لي نشرو حوايج، هاكي تعرفي العيد الصغير للقماش والعيد الكبير للكباش. مي انا اصريت وقلت له لا نجيبو حوايج نفرحو بها وليدنا، والكبش راهو باين. خرجت انا وياه وكنت نطبع فيه فوق هذاك الكرسي المتحرك نتاعو عادي، وانا ما نحشمش به كي هو كي وليدي، كان وليدي في حجره. المهم وحنا نتمشاو حتى شفت واحد المراه هكذا خزرت فيا واحد النظره، حسيت بزاف بزاف كلام في عينيها. صدقوني كنت نتعرض للتنمرات وواحد الشفقه من عند الناس كارثه، حتى وليت نقول له ما نزيدش نخرج ابدا، ماشي بيا اني نحشم بيك، لا بصح النظرات نتاع الناس ما خلاتنيش نافونسي. مي هو دائما يقول لي انا ما رانيش كاع متحروي لهم، والله ما راني حاسبهم. كان يحفزني بواحد الطريقه عجيبه، وهو كان القلب نتاعي، كنت نحب واحد الحب جنوني جنوني بكل معنى الكلمه، وما نقدرش نتقبل اي كلمه من عند سوى الناس اللي قربوني ولا اللي يقربوه هو، خاصه كي نحضر في العراس والمناسبات يقعدوا يسقسيو فيا على راجلي ويقولوا لي كيفاش راكي عايشه معاه، المعنى نتاعهم راهو باين. انا المهم وليت ما نحسبهمش. مروا 6 سنوات على علاقتي معاه، صدقوني علاقة حب انظف منها ما كانش، وكنا اكيد متزوجين. المهم واحد الخطره راجلي كان يحس بسطر عظيم عظيم في رجليه، قال لي ليق نروح للطبيب نتاعي اللي نتبع عنده، وكانت جويل 11:30 نتاع الليل. قلت له كيفاش تروح ليه والسيد ما يخدمش في الليل؟ قال لي دوك نعيط له في التليفون. انا تفرفشت بزاف بزاف، ما عرفتش واش ندير. قلت له يليق نروحوا ليه؟ واش بيك هكذا تستهزى بحالتك؟ هو بايت بسطر، لخاطش عيط لهذاك الطبيب وقال له بلي ما نقدرش نهبط لا كلينيك ونخدم على جالك برك نتايا، ممنوع. اون بليس غدوه صباح تحب تجي اروح تلقاني، وعلى جالك راني جاي بكري ما نروحش للسبيطار، لانه هو كان عنده يخدم سبيطار ويخدم في لاكلينيك هذيك بريفي. رحنا ليه جويه 7 نتاع الصباح، وهذيك الليله جوزناها كوشمار، خايفه ومتردده وحزينه في نفس الوقت على راجلي اللي قعد ليله كامله وهو يعاني. راح ليه وقعد يقول له في بعض لي زاناليز لازم عليك ديرهم لي، وواحد الراديوات الى اخره، اجراءات طبيه راهي باينه. المهم احنا درنا كامل اللازم اللي علينا، حتى نتفاجئوا بعد يومين قال له بلي عندك ميكروب في العظم نتاع رجلك، ورانا رايحين نقطعوها لك. صدقوني انا كانت اكبر صدمه ليا تم، لانه حسيت اصلا باللي راجلي راهو تعبان في هذوك الايامات بزاف، لكن في هذاك النهار اكثر واكثر. الخبر هذا تلقيته كانه صاحقه وجات فوق راسي. صح انا راني متقبلاته وراني عارفه باللي راجلي مريض ومن ذوي الهمم، مي بصح ما استنيتش باللي يقطعوا له رجله، ماهيش حاجه سهله. وكان راضي بالقضاء والقدر نتاع ربي سبحانه اللي مكتبه له، وقال لي في الدنيا هذه ندو غير الحاجه اللي ربي يعطيها لنا، وراه دائما يختبر فينا. الحمد لله كان انسان مؤمن. هو خطرات يشوف فيا ويقول لي انا الحاجه اللي مانيش مصدقها كيفاش لقيت مرا كيما انت الله يبارك راضيه بيا وواقفه معايا. قعدت غير ندعي لربي سبحانه باش يفرجها. في هذوك الايامات انايا كنت استهزيت على الدواء نتاعي تاع منع الحمل، وليت ما ناخذوش، يعني تهاونت راني لاتيا غير بزوجي. راجلي دخل السبيطار وقعدت تماك مده 3 ايام. المهم جاو ليه كاع العائله يما حتى اختو هذيك، وقاعدين كامل يبكوا عليه. هذاك الطبيب قالنا ما تقلقوش العمليه راهي رايحه تكون باذن الله ناجحه، ونخلو الباقي في يد ربي سبحانه. دخل يدير العمليه. المهم انا قعدت نستنى فيه تما، ورحت لعند يما وخبرتها. هو منين دخل يدير عمليه كان طالب باش يشوفني انا ويماه، رحنا نجرو ليه وحنا هي شادين غير يديهم معبزين عليهم قد ما نقدروا وندعوا له بالخير. هو قالنا
بلي ما تقلقوش عليا، هاد المره نكمل ندير عمليه ونخرج نمشي. انا قلت كيفاش هذا يخرج يمشي؟ وما كاش منها كاع، ادخل يدير عمليه واعتبرنا بلي الكلام تاعو عادي وراه يعبر على الشعور اللي كان في قلبه. انا عنقت عجوزتي وطحت غير في هذاك الكرسي نبكي على كتفها، لاخاطش في نفس النهار كنت عيطت لماما وقلت لها بلي راجلي راهو داخل يدير عمليه. تخيلوا واش طلبت مني، تمنيت له كان الارض تنشق وتبلعني وما نسمعش هاد الكلام من عند اللي جابتني لهاد الدنيا. تخيلوا قالت لي طلبي طلاق من عند راجلك قبل ما يدير العمليه، اللي كيدير عليك هذا الزبل حاشاكم وحاشا قدركم. دمعتي ولات تسيل من عيني اكثر واكثر، ومن بعد وليت نحصل باللي راني زعفانه على راجلي. طفيت عليها التليفون وليت ما نستقبل حتى اتصال من عندها، لانه قلت لكم باللي انا ما نتحمل ولا كلمه على زوجي حبيب قلبي. راجلي الورقه نتاعو طاحت في نفس اليوم اللي كان دار فيه العمليه، راجلي توفى ربي يرحمه دايم الله. انا وليت كل مهبوله، سبيطار هذاك قلبته بالعياط، لغاتش الخبر اللي كنا استقبلناه واحد ما امنه. درنا في بالنا بلي يدير عمليه ويخرج عادي، لكن للاسف الشديد توفى، وهذه حكمه ربي سبحانه راهي فوق الجميع. فوت هذيك السمانه وانا في حاله اللذينة، غير نطيح ونتغاشى. وليدي هذاك هملته، مزيه جات لوستي اختو وقالت لي بلي نديه وراني رايحه نتهلا فيه، هذا راهو من ريحه المرحوم. تخيلوا في هذوك اليامات واش عرفت؟ عرفت بلي انا راني حامله، عندي بيبي وراهو جاي لهذا الدنيا. انا بلا ما نستنى ولا نهار رحت نجري لعند عجوزتي وخبرتها، قلت لها راني شاكه بلي راني متوحم، راهو جايني حشك تغيلي في لقيه صوالح كيما انا هاك حسيتهم في نفس ولدي الاول. قالت لي روحي اشري التاست اللي درتيه، راكي على بالكي بالسيستام، روحي وفرحينا قلبي راهو يرعش. عجوزتي مسكينه من التاثير نتاع الفرحه كانت طاحت وداخت، بدينا نفطنوا فيها بالريحه انا وشيخي. من بعد هزيناها فوق المطرح وقالت لي يا بنتي راني نحلم ولا صح؟ قلت لها ما كيش تحلمي يا يما، راهو جاي صغير ان شاء الله من ريحه المرحوم، وجاب لي ربي عندي شحال وانا نتوحم وانا ما كنتش فايقه. وكنت قلت لها بلي نهار ولدها كان مريض من رجله ويتالم كنت هملت روحي، والدواء هذاك وليت ما نشربوش خلاص خلاص، والدواء هذاك اللي كنت ناخذه هذاك الخفيف تاع الرضاعه، لاخاطش هذاك القوي كان يقلقني ويعصبني بزاف. ولوستي ربي يحفظها لنا هي اللي كانت نصحتني باش نشرب دواء منع الحمل الخفيف باش ما نتقلقش بزاف، وكيما على بالكم نهار نحبس ونهار ولا زوج ممكن جدا جدا اني نقدر نحمل عادي بلا ما تكون اي علاقه ما بيني وبين زوجي. وانا نعتبر واش صرا لي كامل معجزه من عند ربي. انا وليت نتبع عادي عند الطبيبه نتاع النساء، عرف كامل ظروفي وعلى بالها باللي راجلي عنده تشوه ملي كان صغير وحتى ولدي هذا. المهم هي كانت بشرتني باللي عندي بنت، لكن ما تقدرش تشوف حالتها لانها راهي في واحد البوزيسيون ماهيش عارفتها مليح. لهذا قالت لي ممكن جدا جدا ونسبه 80% الطفله هذه راهو رايح يكون عندها نفس البروبليم اللي في باباها وفي خوها. انا ملي قالت لي هاد الكلام وليت ما نروحش اصلا نفوت، قلت هيه راهي جايه من ذوي الهمم كيما ولدي وزوجي، خلوها على ربي وصاي. وكنت رحت لعند يما اللي هي عجوزتي وقلت لها كامل واش كان صرا هكذا باش ما يتخلعوا ما يتشوكاو. واحد الخطره كانت ظدمت عليا يما اللي ولدتني، نسميها يما على ورق برك، دخلت لعندي وقالت لي بلي جيت ليك وحبيت نديك للدار. قلت لها كيفاش تديني للدار وانا عندي داري وراني مستقره فيها والحمد لله، يكتر خير المرحوم وماليه اللي ما خلاونيش دقيقه واحده كيما وقفت مع ولدهم هما تانيك. وقعدت مبيكي فيها بالكلام بطريقه عجيبه، على بالي حتقولوا لي هادي يماك، نقولكم لا غالب كلام نتاعها كان يقهر ويوجع، ودايما تطلب اني نتطلق من عند هذا الراجل حتى هو ميت قعدت تقول لي ارواحي وعيشي عندي، لانه هو كان مخلي لي شهريه، وحتى شيخي وعجوزتي كانوا دايما يجوا لعندي وما يخلونيش هكذا. كنت ناكل غير الحاجه العزيزه، وانا في الشهر الثامن كنت حاوزت يما من داري وقلت لها تخرجي وما تعاوديش تولي، الا حبيتي تكوني الام اللي تعبت علينا ورباتنا وسهرت علينا الحنينه عليا واللي تواسيني مرحبا بك، والا تجي باش تقولي لي هذا الكلام ما نسمح لكش تعاودي تولي لداري
ابدا. وهذا الكلام كان في حضور عجوزتي، هي قالت لي ما تهدريش هكذا، وهذه راهي امي متكم، راهي تعبت عليكم بزاف بزاف في الصغر. بحكم كنت حكيت لها كامل واش كان صرا في صغرنا، وعجوزتي ماشي من النوع اللي تعايرني. الحق اخر شهر من حملي وثم رحت باش نولد كيما كامل النساء. واحد النهار نوضت على واحد السطر كارثه، حسيتو بلي تاع زياده، رحت نجري نوضت عجوزتي وشيخي، قلت لهم بلي واقيلا الحق الوقت يلا. مهم كنت مخمله فاليستي، رفت واحد الكوفيرطا ومخده ودايره حسابي. شيخي كان رفدني بالطوموبيل نتاعو وحطني في واحد السبيطار كان قريب لينا تاع الدوله. منين دخلت شفت فيا وقالت لي اسمعي كرشك مازالها طالعه، ما راكيش تاع زياده، بلا ما نعيو روحتينا ونروحو نديرو لك ليكوغرافي وتضيعي لنا من وقتنا. انا حللتها، قريب راني رايحه نسلم لها على يديها، قلت لها تعيش وشدوني، هاد البيبي اللي راه في كرشي قاعد لي من ريحه المرحوم. وريت لها حتى الدفتر العائلي باللي راجلي راهو متوفي ومانيش قادره نتحمل لو كان يضيع هذا الصغير، كاع رانا نستناو فيه. من بعد هي تعاطفت معايا بزاف بزاف وقالت لي صاي دوك نطلعوك ونشدوك، الا ما ولدتيش نورمال نعقبوك مباشره ديري سيزاغيان، على الاقل ننقذوا هذا الصغير. فرحت بزاف، خرجت لشيخي باش نبشرو. من بعد هو قال لي رفدي روحك بنتي نديك للبريفي تولدي معززه مكرمه، وانا شدت فيه ونقول له يا بابا روح جيب الكعبه تراهم قبلوني. هو فرح بزاف بزاف. طلعنا للطابق الاول، كانوا نساء بزاف يتألموا وقاعدين راهم رايحين يولدوا. قعدتني فوق واحد المطرح كان تما في الطرف وقالت لي كي نعيط لك باسمك ارواحي ليا. قلت لها السطر هذا راهو يجي ويروح. داروا لي واحد التشكا في يدي اليسرى وكان واحد السطر عظيم عظيم عظيم، اكثر من اللي حسيته في ولدي الاول. وثماك كنت فرحت بثاني ولد ليا. انا تماك ما قدرتش نعرف ولدي الا راهو عنده نفس التشوه اللي كان في خوه ولا لا، لانه كنت تعبت بزاف وفقدت الوعي، قعدوا يفطنوا فيا بالماء ويقولوا لي ما ترقديش ما ترقديش الصبري الصبري. المهم كانوا داو ولدي مباشره، ما جابوه ليش وما شفتوش. قصقصيت الطبيبه هذيك وقعدت نقولها وين راهي بنتي وين راهي، قالت لي لا لا مدام جبتي وليد دوك راكي رايحه تشوفيه غير ما تتقلقيش. وانا كنت نستنى فيه كيما اخوه. القابلات كملوا كامل اللازم اللي عليهم وخرجوني للغرفة الثانية. كنت رقدت واحد الرقاد جامي في حياتي ولا رقدته، الصراحة كانت تقريبا مدة 3 سوايع. شوية هكذاك نفطن على واحد الصوت نتاع مرا قابلة كانت لابسة طابلية خضراء وقالت لي مادام مادام ما كيش حابة تشوفي وليدك، جبته لي في الكوفيرتا اللي كنت حضرتها له، كانت زرقة وفيها واحد النقاط بنية. شديته قلت لها يعطيك الصحة قولي لي كيفاش داير بصحته، وانا كلامي قاع ثقيل وماشي قادرة نتكلم. جابت لي حبيبات نتاع تمر وحطتهم قدامي، قالت لي وليدك راهو بكل صحة وعافية ما شاء الله عليه، هاوليك قدامك. انا من فرحتي ما عرفتش كيفاش تقعد واتكيت على هذاك المخدة. من بعد قالت لي الصبر نقعد لك مليح مليح البنك، قعدته لي رجعته لي على شكل كرسي. من بعد شديت ولدي وانا ماشي مصدقة الطفل هذا بكامل صحته ما عنده حتى تشوه. المهم وانا نبكي ويدي يترعدوا حتى نقلبلو في هذاك الرجل. ومن بعد زدت نحيت له لاكوش شفته مليح وهي تقول لي مادام واش بيك هكذا مخلوعه، قلت لها سمحي لي انا عندي راجلي وليدي فيهم بروبلام. حكيت لها قالت لي على بالي الدوسي نتاعك راهو فيه كلش، نقول لك هذه حكمه ربي، يقدر يمد لك طفل من ذوي الهمم كيما يقدر يمد لك طفل بصحه وعافيه، احمدي ربي وان شاء الله تفرحي والعائله كامل يفرحوا به. اي شويه هكذاك داوني الغرفه واحده اخرى اللي كانت ثنائيه مع واحده اخرى، وانا المره اللي نتلاقى بها نحكي لها كامل واش صرالي. من فرحتي ما تلومونيش، الدموع ما حبوش ينشفوا من عينيا. شويه هكذاك ونسمع جوزتي تعيط لي، حتى روشت لها بيدي دخلت وقالت لي واش كاين زيدتي، قلت لها الحمد لله يما الحمد لله، قلت لها سلكت يا يما سلكت وجبلك جبت لك احلى ولد وجبت لك طفل بصحه وعافيه ما عنده حتى مشكل. هي ما امنتش قعدت تفركت له في رجليه وتشوف وتقول لي ماشي قلتي عندي طفله، قلت لها لا غالب الطبيبه اللي رحت فوتت عندها هي اللي غلطتني. المهم احنا كنا فرحانين وعجوزتي غير تزغرت وتعاود، اما لوستي السبيطار قلباته من الفرحه. خرجوني من السبيطار هذاك غير بالورد والزغاريت، شيخي مسكين كان رافد هذاك الطفل وماشي حاب
كامل يتلقوا وحجوزتي تقول له عطيني نشدو شويه عطيني نرضعو، وهو يقول لها لا لا انا كنت حالتي صعيبه بزاف لخاطش تفكرت المرحوم وانا نفسه دمعتي ما حبتش تنشف، نبكي على المرحوم في نفس الوقت نبكي من الفرحه على وليدي اللي شفته بصحه وعافيه. على بالي بلي قصتي راح تكون مؤثره عليكم، ما على باليش الا نتوما تاني كتبكم معايا ولا لا. صدقيني يا اختي في الله راني نكتب والدموع ما حبوش ينشفوا من عينيا، واللي صغير في الوقت الحالي راهو عنده عام راهو يددش مرات يحبي يهبلني بصحه وعافيه، اما ولدي الكبير راهو من ذوي الهمم والحمد لله على كل حال. الصبر لابد انه ينال من عند ربي سبحانه، وقصتي ان شاء الله تكون فيها عبره وامال لكاع الناس، وانتي نقول لك بالتوفيق في قناتك. وقصتي اليوم راهي حقيقيه 100%، ما فيها حتى حاجة كذب، حكيتها لكم بكل حب، برك غيرت الأسماء والمناطق اللي راني ساكنة فيها. وإن شاء الله نتمنى منكم كامل تدعو لي وتدعو لعجوزتي، ربي يطول في عمرها. عجوزتي راهي أحسن من أمي اللي ولدتني، صح على بالي باللي تعبت عليا وراني متفكرتها دايما، كي نروح ليها نضيف عندها ولا نتفكر أمي متي اللي ولدتني، بصح الكلام الجارح نتاعها اللي خلاني نكره ونمل وما نزيدش نروح لدارنا. عايشة في وسط هاد العائلة الجميلة ونكبر في وليداتي، ادعوا لي معاكم ولكم أنتم كذلك بالمثل. وفي الأخير نطلب منكم طلب صغير برك، تعيشوا ترحموا عليه في التعليقات وطلبوا له الرحمة في قبره إن شاء الله، وربي صبرني عليه ويشفي لي ولدي الكبير إن شاء الله، ونشوف وليداتي ثمرت حبي مع حسن في أعلى المراتب يا رب العالمين.